والله الذي لا إله إلا هو. دعاؤك أيها الأب ودعاؤك أيتها الأم لأولادكما وذرياتكما والله هو أقبل وأعظم من دعاء ألف ولي وعالم وشيخ يدعو لأولادكم. أنت معك بشارة، معك كرت، شو بيسموا هذا؟ الله أعلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء الوالد لولده لا يرد. انتهى انتهى، بس أقبل على الله سبحانه وتعالى واجتهد بالدعاء. شكى أحد الناس لأحد الصالحين عقوق ولده بأنه يعني لا يطيعه، يعصيه. قال له استعن عليه بهذه الآية، يعني دله على دعاء من القرآن. استعن عليه بهذه الآية، احفظوها أيها الأحبة، الآية 15 من سورة الأحقاف. من حفظها؟ حسنت. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. رب أوزعني يعني رب ألهمني، كمان هذا الدعاء إلهام من الله. ولكن اجتهد، أنت أقبل على الله، حينما يرى الله عز وجل فيك إرادة لهذا الأمر يوفقك إليه. رب أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا الدعاء للذي بلغ 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ختاما أيها الأحبة، بما يتعلق بأمر الدعاء، أنصح بنصيحتين اثنتين. أولاهما، أيها الأب الكريم، أيتها الأم، أنتم تدعون لأولادكم بالسر، يعني الوالد يدعو لولده في ظهر الغيب، وكذلك الأم تدعو لأولادها وهي في سجودها وصلاتها، ولكن اجعلوا لأولادكم بين حين وآخر نصيبا من الدعاء يطرق أسماعهم بين الفترة والأخرى. يعني الله يرضى عليك يا ابني، الله يوفقك، الله يفتح عليك، الله يسعدك سعادة الأبد، الله يرضى عليك رضا يبين عليك. سمعتها من أيام من إحدى الأمهات عم تدعي له لفلان، قالت لي الله يرضى عليه رضا يبين عليه. والله شيء حلو، شيء جميل. أسمع ولدك الدعاء. يعني مرة من المرات كنت مع أحد الإخوة، أخ يعني من الشيوخ من الدعاة، في زيارة أخ لنا، كان أبوه موجودا كبيرا في السن، يعني عليه سيما الصلاح، أولاده من حوله، صار يدعو لهم، الله يرضى عليكم يا أولادي، الله يسعدكم، الله يسعد ذراريكم، الله يفتح عليكم، الله يوسع في أرزاقكم، الله يبعث لكم كذا كذا. فهذا الرجل الذي معي أو الشاب صار يبكي. بعد ما خرجنا، شبك عم تبكي؟ أصابك خشوع يعني من الدعاء؟ قال لي لا والله، ولكني أذكر أني عشت مع والدي رحمه الله 20 سنة، 20 سنة ما سمعته مرة بأذني يدعو لي، ولا مرة. هلأ ربما والده كان يدعو له في السجود في الصلاة، ولكن الولد يحب أن يسمع من والديه كلمة الدعاء، الدعاء ادعوا الله، فهذا من أحد أسباب صلاحهم وسعادتهم. هذا أمر أيها الأحبة. الأمر الثاني، إياك ثم إياك أيها الأب أيتها الأم أن تدعوا على أولادكم مهما فعلوا، مهما فعل ابنك فلا تدعو عليه، مهما فعلت ابنتك فلا تدعو عليها أبدا. إياك ثم إياك، أنت بهذا تورده المهالك، أنت بهذا الدعاء عليه تشقيه في الدنيا والآخرة.